Unfortunately, while I've been here, I haven't really had chance to see the city much. I've literally kind of been in the hotel and here. So one day, you know, I'd love to come back and see more. But it's vast and it has its own beauty. You know, it's very, very different, of course, to where I'm from. All the people here seem incredibly friendly as well and very welcoming. I was so happy with the way that they responded. I could tell straight away that they were enjoying the music and you know, they were receptive to it, and their response was really warm. So yeah, I loved it. They were a brilliant audience. صراحة هو شيء كتير حلو وشيء جديد ومختلف، والسبب إنه في أشياء بالرياض ممكن تروح عليها تحسك إنك أنت سافرت، فهو هذا الشيء المميز. بتشوف ناس من دول مختلفة، بتتعرف على ثقافات جديدة. ما يخفى الجميع يعني نحن النقلات الثقافية اللي قاعدة تصير بالمملكة خلال هذه الفترة بتشهد قفزات جدا عالية، وفي عمق كبير للأوبرا. كثافة هذا التواجد والحضور بالرياض يعتبر مؤشر جدا عالي، خاصة انه النخبوية من الجمهور السعودي مختلف الاذواق مهتمين بهذا المجال بالاوبرا. التجربة كانت مرة حلوة، وكويس انه قاعد يصير عندنا اشياء يعني متنوعة تناسب جميع اذواق في المجتمع يعني، والناس من برا قاعدة تيجي يعني صايرة وجهة سياحية تناسب الجميع يعني. شعور ما اقدر اوصفه والله، حسب الفخر وبالسعادة ومتحمسة للي بيجي ان شاء الله بالمستقبل. انطباعي انه في تفاعل جيد مرة، فالحمد لله، والفنانين رائعين، الجمهور مرة مرة كويسين ومرة متفاعلين كمان مع الفنانين، فشي مرة يسعدني. الرياض حلوة ويوم بعد يوم تحلو، وجود الأوبرا في هذا المهرجان العالمي صراحة شيء يعني سعادة لا توصف، وأتمنى إن شاء الله نشوف مهرجانات في هذا الحجم وبهذه الروعة دائما إن شاء الله في هذه المدينة الرائعة.